بروا آباءكم تبركم أبناؤكم كما قال عمر رضي الله تعالى عنه. في الأمس امرأة عمرها 50 سنة، عمرها 50 سنة، واسمعني، تجلس في احد مساجد الاسواق من الساعة 10 حتى 5 تتوضأ هنالك وتصلي هنالك وتأخذ طعاما من بيت ابنها وتأكله في مسجد الاسواق، احد الاسواق التجارية، من 10 حتى 5، وابنها انذاك يكون في العمل. تعلم لماذا؟ خشية أن تعكر حياة ابنها الذي يسمع لزوجته فينهر أمه، فأبت أن تجلس في بيت الله لعلها أن تبلغ الأمن. أسألكم بالله، هل سمعنا هذا في آبائنا الأولين؟ ولكننا أمة للأسف نحسن إلى أبنائنا ولا نحسن لأمهاتنا في زمن انتشر به العقوق. ومن أشراف الساعة أن لا يحسن الابن لأبيه وأمه ويدني أصحابه ويبعد أباه وأمه. من كانت أمه على قيد الحياة فليسجد لله شكره أن الله وفقه أن رأى أمه في زمن يبعد الرجل أمه من أجل أن يرضي زوجته. لهذا تحسن إليك وأنت صغير وتزيل عنك الأذى، فلما تكبر جل فرحتها أن تراك وأنت زوجا، وأعظم من هذا أن ترى ذريتك، ثم بعد ذلك تكافئها بأن تسكن بعيدا عنها حتى لا تعكر صفو حياتك مع زوجك. أهكذا تكرم الأم عباد الله؟ والله لو ذهبت للمشرق والمغرب لن تأتي بمثل أمك. فاستوصوا بأمهاتكم خيرا قبل أن يواروا تحت التراب ثم تقول رب ارجعون، وأين ترجع حينما توارى أمك تحت التراب؟ أحسنوا إلى أمهاتكم، فوالله الزوجة لو بلغت الحور العين لن تصل لمرتبة الأم. فإن الله عز وجل شانه ما أمرنا قط بالإحسان والطاعة والبر كما أمرنا لأمهاتنا، ولم يأمر هذا في زوجاتنا، ولكننا زمن انقلبت به الموازين، فحلت الزوجة مرتبة الأم، وحلت الأم مرتبة للزوجة، بل مرتبة أبعد الأبعدين. لماذا؟ رغم أننا خير أمة، ولكن أين هذا الخير إن لم تضعه في يدي أمك؟ اللهم يا ربنا يا ذا الجلال والإكرام، وفق شبابنا.